من المتوقع الشعور بالتعب نتيجة لنقص الفيتامينات، حيث يعتمد الكثير من خلايا الجسم عليها لتوليد الطاقة. دراسة جديدة نشرتها صحيفة ديلي ميل لمؤسسات صحية بريطانية كشفت عن وجود 3 عادات غذائية يومية خاطئة تسبب نقصا حادا في الفيتامينات، حيث يمكن للمشروبات الساخنة أن تقلل من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 80% في غضون ساعة من تناولها. وتعمل النخالة والفيتات، المركبات الموجودة في البقوليات والمكسرات والبذور والخبز، على منع امتصاص الفيتامينات الموجودة. الألياف تقلل من امتصاص الفيتامينات في الخضروات والحبوب بنسبة تصل إلى 65%. الأدوية هي الأخرى أثارت مخاوف بشأن الطريقة التي يمكن لها أن تخفض مستويات فيتامينات البي2 والبي12 إضافة إلى فيتامين سي والمغنيسيوم، لذلك تنصح الدراسة بعدم تناول الأدوية إلا بعد مراجعة الطبيب. بسمة حامد، العربية.